87 لو وقفت بالنص سكتت عادي ما تعملش كت جد يلا. وهيك زي ما شفنا عشان نحسب الوقت بلشنا ندرس فكرة التكرار، تكرار ظواهر معينة من دوران الأرض لحد ذرة السيزيوم، هي بتخلينا نرصد التغيرات في حياتنا ونصير فاهمين شو هو الوقت بشكل عام. لكن السؤال اللي بيطرح ذاته هون، هل حساب الوقت كافي لحتى نفهمه؟ الجواب على الأغلب لا، الوقت وأسراره أعمق من هيك، ويمكن مش دايما بنحس بأهميته، لكن دايما بنفكر فيه، دايما بنفكر في أحداث صارت في الماضي أو بالحاضر، ودائما بنخطط للمستقبل. أو مثلا تخيل حالك في المطار وعندك موعد طيارة بعد شوي، راح تكون أكثر إنسان مهتم بالوقت، ولكل الناس اللي حواليك والشاشات اللي أمامكم تطلع عليها أوقات الطائرات باستمرار. أو تخيل حالك في محطة قطار. ليش محطة قطار؟ لأنه فعليا إحدى أكبر الاكتشافات في فهمنا الوقت بلشت من عالم القطارات. خلينا نرجع في الزمن 130 سنة لأيام أوروبا، هناك بلشت القطارات تكتر، والسفر باستخدام القطار بلش يصير شعبي أكتر وحتى بين الدول. والقطار اللي كان يطلع من أي مدينة كان بالتأكيد يطلع بتوقيت هديك المدينة. تخيل معي أنه في قطار مسافر من جنيف باتجاه باريس، وقطار آخر مسافر من باريس باتجاه جنيف. المشكلة مش هون، المشكلة أنه كان بيشبك بين هدول المدينتين مثلا سكة حديدية واحدة، وكل قطار طالع بتوقيت مدينته. تخيل معي مقدار المشاكل الضخم وحوادث القطارات اللي كانت بتصير. هذا كان عم بيكون هاجس في أوروبا في هذيك الفترة، وأصبح هاجس للعلماء ليكتشفوا طريقة للتنسيق بين المدن ويوجدوا حل لهاي المشكلة. وكان العلماء في ذاك الوقت بيقدموا اختراعاتهم باستمرار لحل هاي المشكلة لمراكز براءة الاختراع. في ذاك الوقت في سويسرا كان في مكتب لتسجيل براءات الاختراع شاب عبقري. تخيل حالك هذاك الشاب وفي مركز تسجيل براءات الاختراع، وبتجيك طوال الوقت حلول لحل مشكلة تنسيق الوقت بين هذيك المدن. كل هاي التقديمات لتسجيل براءات الاختراع شكلت عند هذاك الشاب أسئلة كثير مهمة في نظرته للوقت، واللي خلته بعدين يوصل لنا لاكتشافات جدا كبيرة غيرت حياتي وحياتك اليوم للأبد. هذا الشاب كلنا اليوم بنعرفه هو ألبرت أينشتاين، وكيف هاي المشكلة في أوروبا في ذاك الوقت خلته يطلع بأكبر طرح فيزيائي في وقته ويحل مشكلة الوقت للأبد. والله جد روح طلع كل اللي جوا، طلع كل اللي جوا، طلع زي الأم، طلع خلاص كات لا يا اخوان لا لا لا.